والمعلم اللي ماتوا نجوا من الحياة بأعجوبة. قرب صحتها ما فضوها كان هما ارتاحوا من هم رزق اللي قاعدين يعيشوا فيه. اخر حكاية البارح واللي هي اليوم للتبرع في تونس زادوا فيه 35 دينار حتى التبرع يا ابو قلب. يعني التبرع في تونس تولى ب 120 دينار. يعني ما نعرفش يجي نهار حتى تموت ما يلقاو يدفنوك يطيشوا في البحر الحوت ولا ما نعرفش ولا واحد يولي يختار يموت في بريود صوم. الصبر 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 الصبر. برا سيدي السلام عليكم. هذايا ميساج ونداء للزوايا للزوايا ولا تعاون يعني. اما الطبقة الهاي اللي يلعبوا بالمليارات وهمهم وهدفهم الوحيد هي مصلحة الشعب ومصلحة الزوايا و و و و و بصاصة يكذبوا الكل كذب ونفاق. هذا ميساج ونداء للزوايا تعاون. علاش؟ على خاطر الزوايا ما يحس بيه كان الزوايا والزوايا ما يعاونوا كان الزوايا. واللي حكاية نعرفوها من غير ما نقدروا نحكيو فيها برشا. لا أنا محمد رسول الله رمزي اليعقوبي عريف في الحرس الوطني. بليه ربي سبحانه ومرض خايف بالكونسير ولطف يا ربي ان شاء الله ربي يشفيه وان شاء الله ربي يعفو بينا وبيكم. العائل الوحيد للعيله نتاعو يعني عيله كامله قايم بها هو هو القايم بكل شيء. طاح هو طاحت عيله كامله. هذا نورمالمون دور هاك العباد الكل نحكي عليهم قبيله ودور حكومتنا الداخليه ومدرسنا لا علاقه. دارهم يعيشوا في حاله مكرمه. هذا ميساج للزوالي باش يعاون الزوالي. فما برشا كلموني انا بعثوا لي ميساجات كيفاش نبعثوا لك باش يبعثوا لي انا نبعث نو يا ودي انا ما تبعثوا لي حتى شيء وما عندي حتى دخل وما عندي حتى صله بالحكايه. عندكم نمر ام وتمدوا لكم 93-007-849 93-007-849. اللي ما نجمش يخلط يعمل بوز ويجيب ورقه وستيلو ويكتب النمر 93-007-849. هذا نمر ام رمزي اليعقوبي. يكلمها يعاون يا خويا باللي يقدر. علاش؟ خاطر بصراحه عيله كامله واقفه عيله يعني تعني تعني في معاناه زرقاء وصابرين لربي سبحانه. ان شاء الله يجعلني انا وانتوما سبب باش نلزموا نعاونوه ويرحم والدين 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 ويديكم ويبدي يعاونوا باللي تقدروا. يعني سبحان الله حتى ب 10,000 فرنك 5,000 فرنك واحد يعاون باللي يقدر وبرا يرحموا فيكم.